حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى انس بن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الاذراء في صدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. باب من اكبر اخاه بغير تابير فهو كما قال. قال حدثني محمد بن احمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مرة قال اخبرنا علي بن المبارك عليه ابن ابي كثير نبي سلمة نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد بابه احدهما وقال اكرمة بن عمار عليه يا عبد الله بن يزيد سمع ابا سلمة سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر فقد بابها احدهما. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب بن ابي كلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قالهم ومن قتل نفسه بشيء ادب به في نار جهنم ولان المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب من لم يرى اكبار من قال متعبدا او جاهلا. وقال عمر بن الخطاب لحاتم انه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع الى اهل بدر قال قد كفرت لكم. قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال اخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه ويصلي بهم صلاه فقرا بهم البقره قال فتجوج رجل فصلى صلاه خفيفه فبلغ ذلك معاذ فقال انه منافق فبلغ ذلك رجلا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواجذنا وانا معاذ صلى من البارية فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت ثلاثا إقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونهوها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن أبي هريرة قال قال من حلف وقال بإذن بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال كاملك فليتصدق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر انه ادرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركبه وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان عالما فليحلف بالله والا فليصمت. باب ما يزوز من القدم والشده لامر الله. وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الايه. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كرام فيه سوار فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصبرون هذه السورة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حاتم بن ابي مسعود قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل منا. قال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا مما في موجة منه يوم الدين. قال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس إنا منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإنا فيهم المريض والكبير والحاجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا زهيرية عن نافع بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المنجد نقامة فأكى بيده فتقيد ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله على وجهه فلا يتنخم الناقي على وجهه في الصلاة. قال حدثنا مسد محمد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبيس عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أرفها سنة ثم أرف بكاءها وإفاسها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدي إليه. قال يا رسول الله قد ولت الغنم
فضالة الكرم قال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللتابع قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمرت وجنتاه أبي حمر وجوه ثم قال ما لك ولها ما هداها وسقاها حتى يلقاها ربها وقال المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد تحويلا وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم بن مدر مولى عمر بن عبيد الله مسلم بن سعيد عن سعيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصبة وحسينا فخرج رسول الله يصلي بها قال فتتبع اليه رجال جاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فهدروا وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحسب الباب فخرج اليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم وعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيت الا الصلاه المكتوبه باب الحضر من الغضب لقول الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي ثابت قال حدثنا سليمان بن سرد استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما استبى صب صاحبه مكتبا قد احمر وجهه قال النبي إني لأعلم كلمة لو قال لتابان ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي سهل عن أبي هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب باب الحياء قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار الأدبي قال سمعت عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمه ان من الحياء وقارا ان من الحياء سكينه فقال له عمران احدثك عن رسول الله ثم تحدثني عن صحيفتي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرني ابن شهاب بن انس عن عبد الله بن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتبه في الحياء يقول انك لا تستحي حتى كانه قال قد أدر بك قال سلم تاه فإن الحياء من الإيمان قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قد أتم ولا أنس قال سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأدراء في قدرها قال أبو عبد الله اسمه عبد الله ابن أبي عتبة يعني مولى أنس الصحيح قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن ابن هراش قال حدثنا مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك الناس من كلام النبوية النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة النبي عن زينب بنت ابي سلمة ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق وهل على المرأة غسل اذا ظلمت وعلنا مدارات الماء قالت حدثنا ادم قالت حدثنا شعبة قالت حدثنا عمر بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كمثل شجرة فترى لا يسقط ورقها ولا يتحات قال القوم يا شجرة كذا يا شجرة فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت قال هي النخلة وأن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن ياسر بن عمر مثلها وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرهوم قال سميت ثابتا انه سمع انس يقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت هل لك حاجه بيا فقالت ابنته ما اقل حياها قال فقال هي خير منك عرضت على رسول الله نفسها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سروا ولا تؤسروا وكما يحب التخفيف
وليسرى على الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا توسروا وسكنوا ولا تنفروا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سيد بن أبي بردة نبيا عن جده لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا توسرا وبشرا ولا تنفرا وتطوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتو وشراب من الشعير يقال له المزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب بن عروة عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منه من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قط إلا أن تنتهك إلا انتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق ابن قيس قال كنا على شاطئ نهر من الأهواز قد ندب عنه الماء فجابوا برزة الأسلامي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت البرزة فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقد صلاته وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس فأقبل فقال ما عنبني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركتها لم آتي أهل إلى الليل وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. قال حدثنا غليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري تابعا قال ليسوا قال حدثني يونس بن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن عربيا بالا في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود خالد الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياه قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله إذا كان لي صواهب يلعبن معي وكان رسول الله إذا دخل ينقمن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي. باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء إن لا نقتلوا لا نقشروا في وجوه قوم وإنا قلوبنا لا ترعنهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنقدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذن له بئس فبئس أخو ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام له في الكلام قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أوداه الناس اتقى فوشي. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني ابن ملاية قال أخبرنا أيوب بن عبد الله بن أبي ملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباز مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وأزل منها واحد مخرما. فلما جاء قال خبات هذا لك. قال أيوب بصوبي وإنه يريه إياه وكان في خلقه شيء. رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال هاتم بن وردان حدثنا أيوب ونبي ابن أبي ملائكة عن المسور قدمت على النبي يزمك بها. باب الله يلدغ المؤمن من جهر مرتين. وقال معاوية لا حلم إلا أن تجربا
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن قيل الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب حق الضيف. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين بن ابي ابن ابي كثير النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال دخل علي رسول الله المكرم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فلا تقل قم ولم وصم وافطر فان لجسمك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزورك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وانك عسى ان يطول بك وامر وان من حسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام وان بكل سنه عشر امثالها فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي قلت اتيك غير ذلك قال فصوم من كل جمعه ثلاثه ايام قال فشددت فشدد علي قلت فان اتيك غير ذلك قال فصوم صوم نبي الله داود قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر قال ابو عبد الله يقال زور هؤلاء زور وضيف ومعناه اديابه وزواره لانها مصدر مثل قوم ردا ومفنى عادل يقال ماون قور نبير قور ماون وما أنا قور نمياهم قورون ويقال الغور والغير لا تناله التلاو كل شيء قرطا فيه وهو مغارة تزاور تميل من الزور والحزور الأميال. باب إكرام الضيف وخاتمته إياه بنفسه. ضيف باب إكرام باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. ضيف إبراهيم المكرمين وذكركم عن ضيف إبراهيم المكرمين آيات قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم ضيفه زائجته يوم وليلة الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك وهو صدقة ولا يحل له أن يسبي عنده حتى يحرجه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو عبيد عون بن غزيبة نبيه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان وابي الدرداء فراى امته متبدلة فقال ما شانك قال اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة من الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعام قال قم فاني صائم قل فاني صائم قال ما انا باكل تاكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقام نام فنام ثم ذهب يقوم فقال نام فلما كان من اخر الليل قال سلمان قبلان فصليا فقال له سلمان انا لربك عليك وقال لنفسك عليك وقال لاهلك عليك وقال فاتي كل الذي اقرأ وقال النبي فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. قالت غياش بن الوليد قالت عبد الله قالت سيد الحديث جريري وعن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي مولاي ابي بكر ان ابا بكر الصديق تدعي براءه فقال لعبد الرحمن دونك هدي ابك فاني منطلق من النبي صلى الله عليه وسلم فافرق من كراهم قبل ان اجي فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده فقال ايتاموا فقالوا اين رب منزلنا قال ايتاموا قالوا ما نحن باكلين حتى يجي رب منزلنا قال اقبلوا عنا كراكم فانه ان جاء ولم تطعموا لننقين منه. Thank you.
حدثنا سليمان بن وهرب قال حدثنا حماد بن زيد بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رافع بن خديج عن سهل بن ابي حزم انهما حدثا وحدث ان عبد الله بن سهل ومهيس بن مسعود اتيا خيبر فتفرق في النهر فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وهو يسد ومهيس بن مسعود عن نبيه فتكلموا في امر اسرائيل فقتل عبد الرحمن كان اذكر القوم فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى قال يحيى يعني ليل الكلام الاكبر يعني ليالي الكلام الأكبر ليالي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم قال يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم قال يا رسول الله قوم كفار فبدأهم رسول الله منكم بأحمده قال سال فأدركتنا كذا من تلك البلاد فدخلت مربة لهم فركزتني برجلها وقال ليس وقال حدثني يحيى عن بشير عن سهل بن عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال ما رأى ابن خديج وقال ابن وأين حدثني يحيى عن بشير عن سهل وحده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تهد ورقها فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم وتم أبو بكر عمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فلما خرجت ما بي قلت يا بتا وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقول لو كنت قلت كان أحب إلى من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبابك تكلمت ما فكرهت باب ما يجوز من الشعر والرزق والخداع وما يكره منه وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الى قوله ينقلب قال ابن عباس في كل لقب يخوضون قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث اخبره ان ابي بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن اسعد الاسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اصابه حجر فترى فدميت اصبعه وقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن عبد الملك قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال النبي صلى اصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيت لا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد امية بن ابي الصلاه ان يستمع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هاتم بن اسماعيل يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاقوى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا وقال رجل من القوم لعامر بن الاقوى الا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنظر يهدو من قومه ويقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فدلك ما اكتفينا وثبت الاقدام الا كينا والقي سكينه علينا انا اذا سيها بنا ابينا وبالسياه اول علينا وقال رسول الله جمع هذا الصيب وقالوا امر بن الاقوى قال يرحمه الله فقال من القوم وجبت يا نبي الله لولا امطاتنا به قال فاتينا خيبر فهاصرنا وانتصابتنا مخمسه شديده ثم ان الله فتح عليهم فلما امصرنا اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرارا وسيرا وقال رسول الله سمى هذه النيران على اي شيء يوقدون قال ولا لحم قال لا اي لام قال ولا لحم العمر الانسيه فقال رسول الله اهريقها واكسرها وقال يا رسول الله ونهريقها ونكسرها قال ودعوتك فلما تسافل قوم كان سيف امر فيه كسر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجعه
زباد صيبي فصبرك وطعم مات من لما قفلوا قال سلمة رعاني رسول سيدنا صاحبا فقال لي ما لك قلت بدلك بأمي سيم أن أمينا حبيتا أمره قال من قاله قلت قاله فلان وفلان وفلان سيد بن رودار الأنصاري قال رسول الله سيدنا كتب من قاله إن له الأجرين وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد كل عربي نشابه بها مثله مثله قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب ونبي كلابة عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سعي وما هن ام سلم قال فقال ويحك يا انت ستر وعيدك سوقك بالقوارير قال ابو كلابة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير باب هجاء المشركين قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده قال اخبرنا هشام نور وتعالى به عائشه قالت استاذنا حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين فقال رسول الله كيف بنصبه فقال حسان لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من الأجيل وان هشام بن عروة نبيه قال ذهبت أسب حسان عند إذا وقال لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أسبق قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن الحيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبو هريرة في كذبه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخلكم لا يقول الرفض يعني بذلك ابن رواه قال وفينا رسول الله مثل كتابه إذا شك معروف من الفجر صادق أرانا الهدى بعد لما وقلوبنا به موقنات إنما قال واقي يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالكافرين المدى جتابه قال الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سيد الأرض نبي هريرة قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شويب عن الزهري تهبيرا وحدثنا إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا رسول يا أبا هريرة نشدك الله سميت رسول الله يقول يا حسان أجيب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم قال حدثنا سليمان بن هرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي أعظم قال لحسن الهزوم قال عدي بن إبراهيم معك باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصد عن ذكر الله والعلم والقرآن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم بن عمر النبي أعظم قال أن يمتلي جوف أحدكم أي أن غير الله من أن يمتلي شعرا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مشوق قال سمعت أبا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا لا يمتلي جوف الرجل كيان حتى يريه خير من أن يمتلي شعرا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال سمعت ابا سول النبي هريره قال قال رسول الله يمتلي جوف الرجل كيان حتى يريه خير من أيام طليا شيرا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت إبنك وعقرا وحلقا قالت ذنب ابن بكين قالت ذنب الله سنو قيل من الشهاب من الروتان عشتا قالت إن أفلها أغال لأبي قل قائس استاذنا علي بعد أن أنزل الحجاب فقلت والله لا أغال لوتا استاذنا رسولنا وإن أغا أبي القائس لا إيسا هو أرداني ولكن أرداتني إمرات أبي القائس فدخل علي رسولنا فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرداني ولكن أردتني امرأته قال إيدني له فإنه أمك تربت إبنه قال رضوه وذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النصب